أحد الأخوة سألني: دكتور، أنا بلشت بالبرنامج مالك، هسه ما دام بلشت أريد أنزل وزني، أريد أترك التدخين أنفد نوبة. بوي الخاطر نبيك هالشغلة لتسويها وياي. ليش؟ مادة النيكوتين الموجودة بالجيجاير تقلل الشهية. زين، أنت كنت تدخن ومشتهاتك قليلة وكنت ما شاء الله 140 كيلو، تدري إذا راح تترك التدخين ايش راح يصير؟ مشتهاتك راح تتضاعف وتوقع براسي، بعد ما راح يفيدك الرجيم مالي. فأنا اللي أريدك عزيزي أنه أولا أنا مخالف التدخين 100%، أنا مخالف للتدخين 100%، لكن هسه مو وقتها. هسه ما دامك ماخذ حمية، استمر على الحمية مالتك، إن شاء الله من تخلص بتسهي لله بهداي، على كيفك، على كيفك اترك تدخينك، اما هسه مو وقتها، لانه شهيه مالتك راح تزيد اثناء الرجيم بعد ما تقدر تستمر بالرجيم مالك.